ولعلنا فضيلة الشيخ يعني لو تأملنا أيضا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان له مسألة الانتقام بأمر مشروع، يعني بأمر من الله عز وجل، ومع ذلك لم ينتقم صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته. ولما فتح مكة ما فيه من أهلها من عذب أصحابه وأخرجوه وسبوه وشتموه وآذوه وكذبوه وعصوه، ماذا فعل؟ يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ بعد ما قدر عليهم قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، تجاوز عنهم. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحرا استمرت معاناة نبينا فيه 6 شهور. ماذا فعل لبيد بن الأعصم؟ عفى عنه. المرأة اليهودية التي دست له السم في الذراع وكان يحب ذراع الشاة، دعاه اليهود ووضعوا له السم، اعترفت أطلقها. لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها به، أو ما قتلها لنفسه، لا قتلها ببشر بن البراء الذي مات نتيجة أكل السم رضي الله عنه. أخلاق الأنبياء هذه، يوسف عليه السلام لما أساء إخوة يوسف أساء إخوته إليه أشد الإساءة، حرموه من أبيه وألقوه في الجب وكاد يهلك، كاد أن يهلك، وتسببوا في بيعه عبدا وأن يكون أجيرا وأن يكون خادما وهو حر، هذه سهلة على النفس، وأن يعرض لفتنة النساء وأن يدخل السجن لأنه ما أطاعهم فيما سألوه إياه من الفتنة والحرام. كل هذا بسبب إخوته، هم السبب في كل هذا مباشرة ولا غير مباشرة. هل ورد في يعني قصص الأنبياء السابقين من انتقم لنفسه؟ لا، هذا ما ليس من أخلاق الأنبياء، الانتقام للنفس. ويعني موسى عليه السلام مثلا لطم قتل، هذا انتصارا للإسرائيلي الآخر، لكن هذا كان قبل النبوة. أخلاق الأنبياء: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والمؤمن لما قتله قومه دخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مع أنهم إيش؟ ظلموه، قتلوه، ما قال أدخلهم النار. صحيح. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولم يلهه دخول الجنة عن حال قومه، بل تمنى لهم الهداية. إيش هذا؟ يعني شوف الحلم، هذا كظم الغيظ، بدلا من الشماتة أو الدعاء على هذا، أنت تتمنى له أن يهتدي وتدعو له بذلك. تمنى الخير هذا المؤمن في سورة ياسين لقتلته، تمنى الخير وهم كفر عبدة أصنام. حصل يعني في قصة من القصص، أنت ذكرت موضوع الأنبياء، أن نبيا نزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة، فعاتبه الله حيث انتقم لنفسه، وكان الأولى به الصبر والصف حتى مع النمل، ومن سمح وصفح وعفى قيض الله له ملكا يدافع عنه. الله. هذه عجيبة، لكن جاءت في حديث أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، رد عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، قام ومشى انصرف، فلحق أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا كان حال الناس اليوم أنهم يعصون الله في الانتقام، فإن سلفنا كانوا يطيعون الله في من أساء إليهم.